سنوات عديدة وحكومات تتوالى واحدة تلو الأخرى، أحد أبرز نقاطها محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، ومن بين تلك المؤسسات مستشفى النسائية والتوليد في كربلاء. لبعض الملاكات التي لا تعمل بصورة صحيحة ولا تهتم إلا بأخذ الرشوة أو ما تسمى إكرامية، تأخذ عنوة أو تعطى بكل الأحوال، فقد أخذت بخلاف القانون على حد قول المواطنين. هنا يعني ظاهرة بالمستشفى إنه دائما من نجي اللي يعني تعطي رشوة. أي أكو يعني بعض الأحيان إحنا مثلا نطي يعني في سبيل إنه شنو يعني مريضتنا تقوم سلامة أو يساعدن مريضتنا. أي هذا الموضوع. ليش تطوها مثلا إذا بعض الأحيان ليش تطوها؟ يعني مضطرة. أي مضطرة على مو تهتم بمريضتي. أي يعني خصوصا بجوا بالصالة صيحا على المريضة بصالة الولادة. أقلها داريها. بصالة الولادة يعني هاي معروفة دائما إحنا بكل ما نجي يعني أكو مو أسلوب حلو، لا يصيحون على المريضة. فأني أطي يعني مضطرة على مدارون مريضتي. وطيت السترة يعني من يمي، طيتها يعني مو لا مجبر عليها ولا شيء، يعني من يمي طيتها. هاي ما انجبر. لا ما انجبرت نهائيا، ما حد جبرني من عندي انا طيتها. كشون خلينا نقول كبخشيش يعني كهيك يعني. وهاي قابلنا مديرها وتحدثنا عن هذه الظاهرة غير القانونية ولا الحضارية، ورفض رفضا قاطعا السماح بأخذ الإكرامية أو ما شابه ذلك، وتعهد لكافة المواطنين بعدم السماح لهم بإعطائها للموظفين، ناهيك عن لومه للمواطن الذي أصبح له اليد بالتسبب بهذه المشاكل كون الخدمات تقدم مجانا دون أي مقابل، ويجب منع هذه الظاهرة كونها تسبب هلاك البنى الأخلاقية للمؤسسات الصحية والحكومية بصورة عامة على حد قوله. حقيقة موضوع الإكراميات أو ما يسمى بالإكرامية، إحنا كمستشفى أو دائرة معنية بخدمة صحية مجانية نرفض رفض قاطع من قبلنا أي اتهام يوجه إلينا، وكذلك في نفس الوقت اللوم يقع على المواطن، فهو يوجد أصلا في القانون ويوجد في طبلة المواطن تعهد خاص بالمواطن يمنع منع بات إعطاء أي إكرامية لأي شخص الخدمات مجانية ما عدا الخدمات اللي هي معدة من قبل وزارة المالية كالباص وما شابه، وبخلافها تعتبر مخالفة قانونية ونحن نرفضها ونجبها ونلوم على أي مواطن يتعرض لأي ابتزاز. الأمثال تضرب ولا تقاس، محاسبة المرتشي في المؤسسات الحكومية واحدة من الخطوات الأساسية للقضاء على الفساد والمفسدين. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.